أهلا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم سوف نقدم لكم موضوع مهم، والكثير من المتابعين متابعي القناة طلبوا مني هذا الموضوع، وهو كيف نعرف الذكر من الأنثى. طبعا لمعرفة ذكر الباجي من الأنثى نعرف الذكر من الأنثى من لون الكير. طبعا لون الكير، هذا هو لون الكير، هذا هو الكير الموجود، هذا هو الكير، هذه منطقة الكير. تلاحظون فتحات الأنف هي المنطقة الموجودة فوق المنقار، هذه. لأن الكثير طبعا يسأل أين هي منطقة الكير، فحبيت أن أوضح لكم فقط. الآن سوف نشرح لكم ألوان الكير التي تدل على الذكر الذكور، وألوان الكير التي تدل على الإناث. طبعا سوف نبدأ بالذكور. أولا نبدأ بالذكور، طبعا نركز على لون الكير. كما تلاحظون لون الكير أزرق غامق. طبعا كل ما يكون اللون غامق كل ما يكون الطير جاهز للتزاوج. طبعا هذا اللون معروف عند الجميع، لون الأزرق أو الكحلي الغامق. طبعا هذا اللون الجميع يعرف هذا اللون أنه ذكر، ولكن توجد ألوان أحيانا يتلخبط فيها الواحد. لون الكير الوردي، هذا لون كير وردي، يوجد بعض اللون الأزرق. طبعا اللون لون الكير الذكر لون كير الذكر يكون أزرق غامق أو وردي أو بنفسجي، هذا هو اللون الوردي. طبعا هذه ذكور جاهزة للتزاوج، وسوف نشرح لكم كيف نعرف عمر الطير بالتفصيل. ركزوا جيدا على لون الكير، هذا لون وردي مع اللون الأزرق، طبعا هذا ذكر. طبعا من المستحيل أن نجد أنثى باجي لون كير وردي أو أزرق. يوجد أنثى باجي يكون لون أزرق فاتح، لكن وردي لا أو بنفسجي. ركزوا جيدا، شوف هذا سبحان الله لون مختلط بين الأزرق والوردي. هذا اللون البنفسجي.
الآن سوف نبدأ بشرح ألوان كير الإناث. طبعا هذا هو لون الكير الأنثى الطبيعي، كما تلاحظون لون أبيض أو لون بيج. طبعا في بعض الحالات وبعض الإناث يتحول لون الكير إلى اللون البني، يعني هذا يكون اللون هذا الطبيعي، هذا لون طبيعي ويتحول إلى هذا اللون، هذا اللون البني. طبعا إذا تحول اللون البني يعني أن الأنثى جاهزة، أصبحت جاهزة للتزاوج والإنتاج. طبعا ليس كل الإناث يتحول إلى اللون البني، بعض الإناث، يعني أنا لاحظ بعض الكثير يسأل لماذا لون الأنثى، لون كير الأنثى لا يتحول إلى البني. هذا طبيعي، بعض الإناث يتحول وبعض الإناث لا يتحول إلى اللون البني، هذا هو اللون الطبيعي للأنثى عندما يتحول هذا البني، يعني هذه أنثى وهذه أنثى أيضا. هذا لون الكير أنثى. طبعا هذا اللون الذي يتلخبط فيه الكثير، يتلخبط فيه الكثير، الكثير يقول أنه ذكر ولكن أنثى. ركزوا جيدا، أبيض، لون أبيض مع وجود لون أزرق خفيف. الذكر يكون اللون الأزرق غامق ولكن الأنثى يكون لون الأزرق خفيف. ركزوا جيدا. ركزوا، شوفوا الأنثى، الذكر. طبعا هذا هو اللون كما ذكرت لكم، يتلخبط فيه الكثير. بعض المربين يشتري نفس هذا اللون ويعتقد أنه ذكر ولكن هو أنثى. لون بني فاتح.